على مقربة من محطة مترو عميروش بحي حسين داي، تفتح اليوم مكتبة ناجي ميغاستور أبوابها لعشاق القراءة. تحتوي هذه المكتبة ما يقارب 14,000 عنوان، وسوف ندعمها بما موجود عندنا في المخازن، تقريبا عندنا 40,000 عنوان تتربع على مساحة يعني تقارب 1300 متر على 3 مستويات. هذه التجربة الفريدة من نوعها تطمح إلى تقديم عرض شامل يجتمع فيه الكتاب، المعرض الفني، البيع بالتوقيع والجلسات الأدبية. إضافة مثل هذه المكتبة يعني إضافة ثقافية، إضافة من حيث أنه كل شيء موجود، كل شيء دراسي يخص أي طالب في أي مرحلة كان تلقاه هنا موجود، أنه نسعد بذلك. مبادرة جديدة ترفع تحدي الاستثمار في ظل ظرف صحي استثنائي.